السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم الجمعه، يوم الجمعه كالعاده عارفين قبل اي كلام، جمعه مباركه لحضراتكم ان شاء الله، يا رب دايما تكون ايامنا كلها سعيده وايام تكون حلوه ان شاء الله. طيب المسابقه، مسابقتنا بتبقى دايما كالعاده كل يوم جمعه من الساعه 1:30 لحد الساعه 2:30 3 قول 3 بالكتير، ويبقى الموضوع حلو وفي اتنين بيبقى جايين منافسين والاتنين بيبقى عايزين يعملوا اكل افضل من بعض. وزي ما انتم عارفين في العاده في مركز اول في مركز ثاني في شكرا شكرا، هي ولا خد مركز اول ولا خد مركز ثاني، يعني يبقى طبعا اكيد الحكم قدام حضراتكم وما اقدرش ازود او انقص في فكره التقييم. طيب يوم النهارده احب ارحب بضيوفي استاذه سوسن واستاذه دعاء، اتفضلي. اهلا بيكي، منورانا استاذه سوسن. مظبوط، اهلا بيكي. يا استاذ دعاء اخبارك ايه؟ كله تمام؟ طيب انتوا الاثنين شكلكم العام دلوقتي منافسين، ولكن انا عندي علم ان انتوا اصدقاء، صح كده؟ مظبوط. عشره قديمه يعني؟ اصحاب قوي قوي، مفيش خساره بعد المسابقه؟ لا مفيش. منافسه شريفه بالظبط، يعني الامور تبقى تمام وزي الفل. ماشي الكلام. طيب استاذه سوسن هتعملي اكل النهارده ان شاء الله؟ النهارده هعمل بمناسبه بقى العيد طبعا، داخل صحبه طيبه، كل سنه وانت طيبه وكل سنه يعني كل الناس طيبه. هعمل فته بلحمه الموزه، حلو، وصينيه رقاق، ماشي، وشوربه سن عصفور وزلطه. اكل بيتي وبلدي زي الفل. وحضرتك؟ فتت موزه. نفس الاكل يعني، فتت موزه وفته وبتاع وسن عصفور وكلام زي الفل. حلو قوي. طيب يعني النهارده عندنا فته ولحمه ورز، صح كده؟ وشوربه وسلطه، يعني اكل بيتي ما فيهوش اي تغيير. بالزبط. حلو الكلام قوي وزي الفل، وما فيهوش افتكاسات كتير. لو انتوا واخدين بقى لنا كتير يعني بقى لنا كتير ما اشتغلناش بلحمه، بس الحمد لله اللحمه رخصت، او اللحمه بقى سعرها الطف شويه من الاول. النهارده شارين كيلو لحمه يعني مش غالي، فده شيء عظيم والحمد لله، عشان بس الناس تقدر تشتري لحمتها وتقدر تبقى مظبطه الامور، وهو ده المطلوب. طيب يعني هنطلع فاصل نرجع نشتغل على طول في الفته واللحمه ان شاء الله والرز. ماشي الكلام. تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل نواصل مع اصدقائنا سوسن ودعاء. بعد الفاصل نشوف اخبار الفته ثم نواصل. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه ومع الاساتذه، يعني داخلين سخنين، والواضح قدام حضراتكم تقطيع اللحمه في الفاصل وتقطيع العيش كمان بالمقص. لا انا اخش على سوسن على طول، بتعملي ايه يا استاذه دلوقتي؟ بقطع العيش بتاع الفته. حلو. وانا عملت ايه في الفاصل وما رضيتش اكلمك، ولا قلت ازعلك النهارده الجمعه ولسه جايين من الصاله مش هزعلك، عملت ايه في المرقه دي؟ دلوقتي انا بسلق اللحمه. حلو. حطيت بصل وقرفس وورق لوري. حلو. وبهارات وبتاع. وبهارات وملح. جميل. بالظبط. وفلفل. وحطيت اللحمه بتاعتك هنا. اللحمه دي تعمل بيها ايه؟ دي هفرمها عشان الرقاق. حلو قوي. طب والعيش ده بتقطعيه عشان الفته؟ للفته. حلو. هتعمل رقاق ناشف اللي هو الرقاق بتاع عيد. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. حلو قوي. طيب هرجع تاني واشوف الاخبار ايه. استاذ دعاء اخبارك ايه؟ تمام. عملتي ايه؟ بسم الله. الله نفس الكلام. سلقت اللحمه في الانجاز. عملت ايه في اللحمه بقى؟ حطيت ورق لور وحبهان وبصل وكرفس وكرات وجزر وكجر كامل. صح كده؟ حلوه. طيب واللحمه دي نفس الموضوع للمفروم. انت قطعتي اللحمه صح كده؟ قطعتي فيه هنا محمر ومبيض، ما عشان اللحمه المفرومه بيبقى محتاجه حته ملبسه. هو ده انا عايز اسمعه منك على فكره. انا واخد بالي وعارف، بس عايز اسمع المشاهدين. طيب يعني انت خدت اللحمه حطيتيه للفته ياخد وقت ويتسلق كويس جدا، وخليتي عندك اللي فيه حته ملبسه هتفرميه في الكبه يطلع معاكي في المفروم للرقاق، صح كده؟ تمام. طيب والعيش بتقطعيه؟ بقطعه عشان الفته. جميل جدا. يلا عيشي حياتي. طيب سوسن، بتتبلي العيش ده ولا بتسيبيه زي ما هو كده؟ لا بتبله. بتتبليه؟ بتتبليه ازاي؟ انا برش عليه، بس انا بحب احمصه في الفرن، ما بحبش اعمله على النار. جميل. على فكره هو ده الصح. جميل. يعني بحط معلقه سمنه واحده صغيره. حلو. وبحب احط رش عليه توم. دقه توم كده. حلو. وادخله الفرن. جميل. حبس. جدا. وبعد كده تاخدي من المرقه وبتعيش حياتك في فكره الفته. تعملي رز ابيض ولا تعملي ايه الكلام؟ لا رز ابيض. فته رز ابيض طبعا. ايه؟ فته رز ابيض. انا بحاول استجوبك اقول يمكن تغلطي في حاجه عشان امسكها، ما انت عارفاني احب امسك اي حاجه. طيب زي ما حضراتكم عارفين النهارده الجمعه، ان شاء الله باذن الرحمن بدون مقاطعه، لو كان لينا عمر في اقل من اسبوع هيكون العيد ان شاء الله. مظبوط ولا انا غلطان يا شباب؟ صح كده؟ فان شاء الله العيد الكبير
هيجي فرحته وعاداتنا وتقاليدنا ما ينفعش ننساها. وزي ما احنا عارفين دايما بيستنى صلاه العيد ونقعد نكبر ونبدا نذبح الخروف ونوزع الحبايب والاقربون اولى بالمعروف، ولحد يكون بيوزع عشان خاطر طبعا كالعاده عارفين الاضحيه مش ان انا اذبح واحط ثلاث ارباع الخروف في البيت عندي واقول الربع ده هيروح لحبايبي وخلاص، لا، الاضحيه دي مش انا اللي هتكلم فيها طبعا، اكيد في شيوخ كتير جدا بيتكلموا في القصص دي، بس انا بتكلم بالعاميه بالحاجات اللي احنا كنا عارفينها حسب السنه وحسب الشريعه. كل واحد بياخد نصيبه، اهل البيت وكمان المساكين والفقراء واهل البيت او اهل الحبايب او اللي هم الاقربون او المعروف. لو حد في عيلتنا على قد حاله ده بيبقى اولى من اي حد في الدنيا. يعني مثلا خلينا نتكلم بكل طبيعه وبكل صراحه، كل عيله وكل بيت في حد يكون يعني يقدر يذبح وفي حد تاني ما يقدرش يذبح. فالطبيعي اللي بيذبح ده بيفكر في الاقرب ناس ليه، اسكن خالاته وعماته وقرايبه وهو ده المطلوب، وبعد كده بيبدا يديهم نصيبهم ويبدا يوزع على الغلابه والمساكين، واللي باقي من نصيبك بتدخله لاهل بيتك. وهي دي الطبيعه بتاعتنا، وكل سنه بنستنى العيد عشان نعمل الكلام ده كله، والاضحيه بقى وتصلي العيد وتلبس الجلابيه وتاخد عيالك، هي دي فكره العيد. والفته طبعا يعني الاول قبل الفته بيبقى حته الكبده بتتحمر، ده الفطار، وبعد كده بيجي الغدا بيبقى فيه الفته والحبايب بتتلم والاطفال والحاجات دي كلها بتبقى يعني ليها طعم كويس جدا. العيد الكبير هو ما فيهوش عيديات ولا فيه لبس جديد، ولكن بيبقى فيه لمه العيله اكتر بكتير جدا، والاكل واللحمه والذبيح. فيا رب دايما يكون ايامنا كلها عيد، وان شاء الله كده يا رب يعني يبلغنا الاعياد كلها بكل الخير يا رب. طيب انا بحب العيد على فكره قوي، يعني بحب الاعياد عامه، فعشان كده بحب اتكلم عنها كتير، لان يعني كل واحد فينا وهو صغير لذكرياته. انت ذكرياتك ايه في العيد الكبير؟ العيد الكبير طبعا اكيد الذبح. حلو. يعني والدي الله يرحمه كان دايما لازم اساسي كل عيد يذبح. جميل. طبعا بنبقى فرحانين بقى كلنا اطفال، فرحانين بالخروف كده. حلو. يعني واللمه بقى والذبيح والجزار. ليه زمان الجزار يقعد من بعد الصلاه لحد بعد العشاء بالخروف؟ سالت نفسك السؤال دوت؟ صح، لا صح كده، بس كان بيحصل طول النهار ذبيح وهو خروف في الاول وفي الاخر، يعني خلاص وانس ان هو اتذبح فبقاش يعني هيحصل فيه ايه يعني. بس كانت ايام جميله معاك. اكيد طبعا. الايام نفس اليومين دول برضو بتعملي انت في بيتك كده انت وزوج حضرتك واولادك؟ يعني بس طبعا لمه العيله بتبقى يعني لما تبقى العيله كلها موجوده مع بعض تبقى احسن. تبقى احسن وليها طعم كبير جدا. اكيد طبعا. نتمنى يا رب دايما تكون لمه العيله ما ينفعش حد فينا يبقى مش موجود. انت رايك ايه؟ انا كلمت لسه انا لسه هقول لك رايك ايه والدين بيقول ايه والدنيا معاك. ايوه لا الدنيا تمام. الدنيا تمام. انت متجوزه؟ لا. حلو، وهتتجوزي ان شاء الله قريب. الدعوه دي دعوه خير ان شاء الله يوم الجمعه. طيب انت في البيت عندك اخبار العيد ايه؟ عادتكم وتقاليدكم في العيد؟ لا يعني كنت برضو بنزل وانا صغيره مع بابايا الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. حلو. ودلوقتي لا تقاليد ان احنا بنتجمع اول يوم بعد الذبيح ونذبح وننزل نوزع، واول يوم فته ورقاق صح كده، وفطار الصبح كبده وبتاع والحاجات. أيوه. الحلوه دي صح كده. وتلم كله وعيش وبتاع تبقى قاعده جميله. وبعدين بقى التجمع بقى العيله بقى كله يتجمع. رايك ايه في فكره الناس اللي هي، انا بس عايز احط كام شرط لان انا اعرف ناس كتير تبقى فاهمه الموضوع ده غلط. اللي يذبح الخروف مثلا او العجل او ايا كان الموضوع، ثلاث ارباع في الفريزر في البيت والربع بس يتوزع على الناس، طب ايه في الكلام ده؟ لا مش صح. مش صح؟ لا. يا صح ان نمشي ان انت تمشي تبع السنه ان انت توزع كل حاجه. كل حاجه لنصيبها لان هي دي اضحيه. فكلمه اضحيه دي ان كل واحد بياخد نصيبه. ما تشيلهاش في الفريزر. صح. وممكن ساعات والله ما بتاكلش. ايوه. طيب حاضر ناسي. طيب يا فرح. فرح اتاخرنا عليكي فخط قطع، معلش يا فرح كلميني تاني احنا اسفين جدا. طيب يا نوره. طب حاضر يا نورة. ألو. صباح الفل يا نورة. صباح النور. كل سنة وانت طيبة. الحمد لله وانت طيب. الله يخليك. أخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. جاهز للعيد الكبير؟ نعم. جاهز للعيد؟ ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله. إن شاء ربنا يخليك. أمري الأمر. ربنا يخليك يا ديب، بس أنا بتصل أذكر حضرتك على كل حاجة أنت بتعملها حلوة. ربنا يخليك، ده من ذوقك. ربنا يخليك. أنت أخبار الطبخ معاك ايه؟ لا زي الفل الحمد لله. يعني بتاكلي ولا نص نص؟ لا لا ما تقلقش، بعرف اطبخ. تعرفي تطبخي؟ يعني انت اول يوم العيله تعملي الفته دي مع ماما والحبايب ولا ايه الكلام؟ اه اكيد بقى، اول فطار الصبح باذن الله. ان شاء الله باذن الله وبالهنا والشفاء، ودايما كده يا رب الاعياد تملانا بيوتنا ان شاء الله باذن الله. يا رب. بشكرك لذوقك وبشكرك لمكالمتك. شكرا جدا ليكي. بشكرك. الايام دي ما بتتعوضش، والتكبير قبل العيد وبعد العيد، طول ايام العيد الواحد بيبقى ماشي في جو حلو جدا زي جو رمضاني، بس ده بيبقى
ثلاث اربع ايام كده حلوين والناس بتبقى مبسوطه، وهو ده اللي بيخلي الواحد حاسس بالعيد فعلا لما يكون عايش في وسط الناس. انا من الناس اللي دايما احب يعني اول يوم عيد او تاني يوم عيد في اي نوع من انواع الاعياد كان كبير او صغير احب اقضيه هنا مبدئيا، والعيله واللمه، وبعد كده تبدا تسافر براحتك بقى وتعيش حياتك. بس الفكره في اماكن ملهاش طعم في العيد، وانا غلطان صح؟ يعني ما بهزرش والله، في اماكن ملهاش طعم، تحس ان هو مش ده الجو. يعني حتى لو هنسافر في رمضان بس ما بقاش اول اسبوعين مثلا اول اسبوع، تحس ان الجو بقى ليه طقوسه وعادته وكده وتقاليده. طب قولي لي ايه الزبده والثوم دي بتاعت ايه؟ ده دلوقتي هعمل الصلصه بتاعت الفته. الصلصه بتاعت الفته بتعمليها بالزبده والثوم؟ اه. وبعدين؟ وبعدين بحط بعد ما الثوم بيستوي شويه بحط الخل. وبخل الكزبره. جميل، كزبره ناشفه. معاك كزبره ناشفه بالظبط. تتحمر برضو مع الثومه. وبعدين بحط الطماطم والصلصه. طيب انت دلوقتي بالنمط اللي انت شغاله فيه ده وعمال تقلبي في التومه وبتاع، هنقعد ساعتين في الحلقه. لا خلاص. هل انت هتبداي في طبق تاني نفس السكه؟ الرز والمفروم صح كده؟ بالظبط. يلا وانت كمان يا استاذه الساعه 2 ال 10 هنبدا بقى في طبق واحد ولا هنشتغل في طبق تاني؟ لا هدخل على التاني على طول. يلا بينا. اللحمه انا شايفها ريحتها ما شاء الله جميله جدا وزي الفل وتمام التمام، تاخد وقتها في سلقتها. انت بتحب اكتر انواع الفته عندك؟ الموزه. ليه؟ لحمتها طريه وطعمها بتبقى حلو وبتبقى لايقه مع الفته. هي فته بموزه بالظبط. تحب الضاني اكتر ولا جاموسي ولا المعز ولا الجمالي؟ انا بحب الجاموسي اكتر من الضاني الصراحه. الجاموسي اكتر ليه؟ انا بحس ان هو خفيف عن الضاني تقيل شويه. الجاموسي اللي هو ابو البتلو. اه بالظبط. صح كده؟ مش البقري اللي هو الكندوز. لا صح. انا بستفيد منك، بستفسر برضو منك رايك. ايوه بالظبط. طيب رايك ايه في اللحم المعز؟ حلو بس ما برضو ما مالكيش فيه قوي. ماليش فيه. لا. طيب جملي؟ الجملي بحبه في المفروم. المفروم كفتة. عشان خشن وبيعمل كفته كويسه. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. جميل جدا. حلو. نعم مش سامعك. ما ايه؟ مالكش دعوه بيا. طيب رايك انت ايه في الكلام ده؟ انا ماليش في اللحمه. مالكيش في اللحمه خالص؟ خالص. نباتيه؟ لا فراخ وسمك. فراخ وسمك. حلو قوي. طيب ال مالكيش في نوع من انواع اللحمه حتى المفروم الكفته الحاجات دي؟ لا باكل عادي لحمه مفرومه بقى في المكرونه زي كده تحطها في اقدك ليها ماشي الكلام الحاجات دي. مش كيفه لحمه يعني. مالكيش في اللحمه قوي. انا اعرف ناس كتير قوي مالهاش في اللحمه. ليه؟ ما اعرفش بس هي حتى الضاني ما ماليش فيها ريحتها. ما بتاكلش معاكي السكه حتى لا حتى لو هي ايه مجبره عليها لو كلتيها ما اكلهاش. حلو ماشي. حتى لو حد جداني يقول له لا دي ضاني يعني. بتعرفي بتشميها؟ بشمها طعمها في حاجه. لا دي ضاني. طب حلو ماشي الكلام. يا مدام نانسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ علاء؟ كل سنه وانت طيبه. طيب. ربنا يخليك وانت طيبه يا رب. الو. طب التليفون قطع، يا ريت تكلميني تاني يا مدام نانسي. بشكرك لاتصالك. بتفرمي اللحمه؟ هتفرميها مفروم قوي ولا مجروشه ولا ايه الوضع؟ مجروشة. طب يلا عيش حياتك. ده الرز تمام، صفتين دي ونزلتيه مع الزبدة صح كده، ودي حطيت انت الكزبرة مع التومة صح كده، وهنا اللحمة تتسلق. برضو يا جماعة ريحة المطبخ لما يكون في طبيخ كده، طبيخ بمعنى كلمة طبيخ اللي هو اللي احنا بنعمله ده، الصلصة بتتشوح واللحمة بتتسلق والرز بتتشوح، ليها روح حلوة قوي. ده الاكل البيتي اكتر شيء الواحد ما يقدرش يستغنى عنه، وده افضل واهدى بكتير جدا من اكل الشارع عامه، بيبقى ليه طعم كويس جدا ومفيد اكيد ان معمول قدام عينينا في البيت. مين يا استاذي؟ يا مازن. الو مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا فندم، ربنا يخليك. الحمد لله. احب اشكر حضرتك على برنامج مع حضرتك دكتور مازن الابروسي زميل انت. أنا اسف جدا مش سامعك معلش. يعني احنا بنعتمد عليك ان شاء الله كده وعايزين ننجح النهارده يعني. طب انا اسف جدا 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 والله انا ما سامع حضرتك، ممكن يا جماعه تعلوا الصوت شويه او في حاجه في الصوت؟ بقول لحضرتك انا دكتور مازن الابروسي زميل انت دعائي عند حضرتك يعني، متسابق عند حضرتك يعني، وان شاء الله كده يعني شرفنا باذن الله وعايزين تنجح النهارده يعني. ان شاء الله يا ريت، نتمنى يا رب ان شاء الله. يعني خلاص احنا يعني اعتبر ده وعد من حضرتك يعني. ان شاء الله باذن الرحمن. واشكر حضرتك يا فندم على برنامج جميل حضرتك. يعني انت بتاكل من ايد تعاء في البيت ولا بتجاملها بس؟ لا بجاملها بس. حتى هذه اللحظه بجاملها بس. لا دعاء شكلها ما شاء الله عليها فاهمه. طب استني عشان اسمعه. دعاء شكلها فاهمه.
استاذه حضرتك يعني يا ريت تقول لها وهي راجعه تجيب لنا حاجه من اللي هي عم نعمله. هي سامعاك على فكره. يا ريت تجيب لنا حاجه من اللي هي عاملاها بقى عشان ايه عايزين نروقها. انت سامعاه يعني ما تطمشيش الراجل بيطلب لقمه فاخوكي فاهم اللي هو ما تنساهوش. خلاص متفقين يا استاذنا. ماشي يا شكرا جدا لتليفونك الجميل ده. شكرا جدا ليك وساوند انت طيب يا رب. شكرا جدا ليك. بتفرمي المكنه وانا مش سامع. ف طب معلش يا شفيق وقف التليفون شويه عشان هم ياخدوا وقتهم في الفرم. افرم اتفضل. طيب يا فرح. الو. لا مش كده. ايه اللي فرح؟ فرح مرتين اتكلمت. لا تكلمي تاني يا فرح. طيب احنا وقفناكي معلش اسفين جدا. انت تقدري تفرمي دلوقتي عشان وقتك انت بس ما تقوليش ان احنا ايه نقدر ناخر حضرتك. انا بقلب معاك الرز اهو. انت تقدري دلوقتي بتعملي ايه؟ بعمل الصلصه بتاعت الفته. صلصه فته. حط ملح وكمون وشطه ولا ايه دي؟ كزبره؟ لا ما حطيتش كزبره. الكزبره مع التومه خلاص حطيتها. تمام. وحطيت فلفل اسود؟ لا لسه هحط فلفل. طيب حلو قوي جميل. وبتعمليها؟ طب ما احنا عايزين نقلها في حله عشان هترطش عليكي. لا ما انا موطيه النور مش معايا. تمام يعني. طب حلو قوي جميل جدا. ماشي. ايه الاخبار؟ وريني وريني كده انت عملت ايه في اللحمه. حلو قوي جميل. بس عايز تسيب اكتر شويه. انت ممكن تديها بصله في النص على فكره. طيب الهاند بلندر شغال معاك كويس ولا يعني في اي مشكله؟ يعني انت بس على فكره ده عشان ده سمارت سبيد بس في كده سرعه. انت ممكن تدوسي جامد يدي معاك فرم اسرع. تمام. عايز تحطي بصل في النص هيفرم معاك بسرعه. فانت طيب. جربي ده وجربي ده واعملي له عايز حاجه قولي لي. ماشي. طيب الرز عندك كده تديله زبده وزيت ولا زبده بس؟ زبده وزيت. ليه؟ يعني بحس ان الزبده يديله لمعه شويه يديله برضه طعم. والزبده طبعا اكيد الطعم. الزبده اكيد طعم قوي. انت رميتي في النص معلقه هريسه. من غير ما تقولي لي. صح؟ بالظبط. خدت انا بالي. لما خدي بالك. طب حلو قوي. طيب لو عايز تفرم اللحمه قبل ما يطلع الفاصل بحيث ان احنا برضو نبقى فاترين جزء كبير بحيث ان احنا نبقى راجعين وفي الدنيا فيها امان. انت ممكن تيجي ناحيتي عشان الكاميرا تبقى حاطه معاك. ماشي. بسرعه بس. ماشي. سهل معاك الجهاز ولا سهل معاك؟ ماشي حالها؟ يلا. زي الفل. مش الكلام حلو كده. طيب انت ايه الاخبار؟ ماشي الحال؟ لا تمام. طيب حلو قوي. احنا كده فرمنا اللحمه على التعصيج على طول. دي لحمه اللحمه المفرومه دي اللي هم الاثنين فرموها. دي اللي هتخش معاهم في مرحله الرقاق الناشف. الرقاق الناشف طبعا هتكلم عليه ليه قصه طويله بعد الفصل ان شاء الله. وهم شغالين دلوقتي في الرز وشغالين في اللحمه واللحمه باينه جدا. المرقه بتاعتها نظيفه. ده اساس الموضوع ان اللحمه تكون متنقيه كويس جدا ما فيهاش اي شيء من اللي يكون حاجه مخايفين منها. وبرده هنتكلم معاكم بعد الفاصل على يعني كيفيه استخدامات اللحمه بتاعت العيد ان شاء الله مع حضراتكم. وهنبدا نشتغل من السمك. طب حاضر حاضر. عينيا اتنين يا مدام نجلاء. مساء الخير. مساء الفل والياسمين. ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه بخير يا رب دايما. انا اخت استاذه سوسن. اهلا بيك يا فندم. انا عايزه احييها. تمام. وبقول لك ان هي من اساس بيت الطبخ عندنا في ليلى كمان. فبقول لها بقى شد حيلك يا سوسن. هي سامعاكي وانا اتمنى ان يكون الكلام ده صح عشان ادوق وانا بالطبخ ان شاء الله. ان شاء الله. جميل أوي. طيب تحب تقول اي شيء تاني؟ لا ميرسي. شكرا. بشكرك جدا لحضرتك وشكرا جدا ليك يا استاذه نجلاء. كل سنه وانت طيبه. تمام. انا هقف عند الجزئيه دي. اللحمه المفرومه هتبدا تتعصق دلوقتي. اللي هنا عند سوسن اللحمه واخده وقتها في السلق نغطي عليها عشان تاخد وقتها. وهنا الرز شغال في التشويح. الناحيه الثانيه المفروم خلص عند دعاء وبتسخن اللحمه عشان تعصق. واللحمه هنا مسلوقه. وخدوا بالكم من اللي في الفرن. اوبا اثبت يا جدع. تعالى انت وهي. حرقتوا العيش؟ حرقتوا العيش. العيش اتحرق يا عم شفيق. تعالى بقى. تظهر الست وبعديك كده من الشغل والتلاقيته في الكاميرات وحظك. وريني العيش اتحرق. ما اتحرقش؟ لا لسه ما اتحرقش. يعني امال مين العيش اتحرق؟ انا شفت العيش اتحرق. لا مش صح. العيشك انت ولا العيش؟ لا ده بتاعك. طب وريني الكاميرا طبعا عشان تثبتي براءتك. ده اتحرق. لا ما اتحرقش. ايه العيش؟ اتحرق ولا لا؟ محمص. محمص خفيف يعني. لا بسيطه لا كده. طيب ماشي الكلام. انا بهزر. تعالى نطلع فاصل نشوف العيش المحمص ثم نواصل. احب المزح.
اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفصل كنا احنا واقفين عند العيش المحمص مش المحروق، مظبوط كده؟ محروق. طيب ماشي كده خلاص، انا رجعت في كلامي. طيب انا هسالك سؤال، انت ليه حطيتي مرقه على اللحم المفرومه وانت العصبيه؟ انا حسيت ان هي شربت الميه ولسه مش مستويه، لسه ما احطش اللحمه. هل مش تبقى مسلوقه شويه ولا تشوح؟ لا 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 مش مسلوقه، يعني عادي هتشرب. الشوربه بتاعتها بهرتيها ولا لسه؟ بهرتها خلاص. طيب حلو. طيب هنا المرقه دي اخبارها ايه؟ وصلنا لحد فين؟ اللحمه شغاله؟ بالظبط. طيب خدت من المرقه دي حطيت عندك على الرز؟ بالظبط. والرز خلاص ما شاء الله زي الفل اهو. حلو، تهوي شويه. صلصه الطماطم وزدت لحد فين فيها؟ خلصتها خلاص. خلصتيها خلاص. خلاص. بقى ما احطها هسبكها شويه. جميل جدا. طيب لا انا في مشكله في الكهرباء. استاذه عزيزه انت نارك مطفيه ليه؟ انا بقول لك في مشكله في الكهرباء. مشكله في الكهرباء ليه؟ هاتي منديل بعد اذنك عشان في ميه. ايوه اهو ماشي. بسم الله. هو لازم ننزل نعملها ونشفها كويس وبعد كده يشتغل بعده. بسم الله. سيبي بس كده دقيقتين يفصل عشان هو كان عليه ميه، عشان انت عارفه الحاجات الاوتوماتيكي دي بتفرق كتير قوي، فلازم يطفي ويشتغل تاني. فسيبيه بس دقيقتين مش اكتر من كده. تمام. انت وصلت لحد فين كنت بتكلمي؟ هنا الرز على النار ودي صلصه الرز وصلتيه خلاص انت كده شويه على التسويه. حلو. والصلصه على النار وكنت هعمل عصا اللحم. واللحمه هنا انت شغاله برده؟ تمام. والصلصه اللي هي بتاعت الفته. حلو جميل. هتخش تعصجي اللحمه دلوقتي المفروم؟ صح كده. وبعد كده الرقاق ده اخباره ايه؟ هسقيه. شفت اشتغل ازاي؟ تمام. شفت اوتوماتيك ده عفاريت. ده عفاريت قوي. هنعمل كده. تمام اوكي ماشي. قال لك زي ما انت. تمام كده كله رجع تاني زي ما هو. هو بس كان عايز يتفصل شويه يعني يتنشف. يتنشف خلاص. حلو. وبعد كده هعصج اللحمه واعمل الرقاق. جميل توكل على الله. حلو قوي. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم النهارده على فكره استخدامات اللحمه، هنشتغل فيها قريب جدا ان شاء الله. خلاص يعني انتوا عارفين النهارده الجمعه، هنبدا ان شاء الله باذن الرحمن بكره وبعده حلقات زي ما انتوا عارفين بتبقى مسجله. هنبدا مع بعض اول يوم الاثنين ان شاء الله الجاي، من الاثنين لحد العيد هنعمل لحضراتكم حاجات تكون خفيفه وباستخدامات الحاجات اللي احنا محتاجينها. يعني انا هشتغل على فكره ايه الحاجه اللي احنا في البيت بنستخدمها، او ايه الحاجه اللي احنا بنبقى عايزينها لحد ان شاء الله يوم الوقفه هنعملها مع حضراتكم، بحيث نبقى برده مستعدين ان شاء الله بعد ما ناخد الذبيحه بتاعتنا او النصيب بتاعنا هنعمل بيه ايه في البيت، هنقول للجزار ايه، هنعمل الحاجات دي كلها. دي ان شاء الله ربنا يقدرني وعملها لحضراتكم ان شاء الله قبل العيد، بحيث ان نكون كل الحاجات دي لمينها في ابسط الامور. مش عايز اشغلكم بفكره حاجات تكون مش هنعرف نعملها في البيت، او مش نقدر نخلي حد يعملها لنا، او مفيش حد يبقى فاضي لينا نعملها على الفاضي. فانا عايز اخلي الحاجه اللي انا شخصيا كعلاء بعملها عندي في بيتي، واي حد في الدنيا ممكن بيعملها عنده في بيته، هو ده الطبيعي. فده ان شاء الله هنبدا مع حضراتكم. انتوا عارفين احنا كنا يعني بقى لنا فتره كتير جدا ما اشتغلناش باللحمه، وانا سايب الاواخر زي ما احنا اتفقنا قبل كده، قلنا هنقدر نتعايش شويه بدون لحمه عشان نقدر ناكل الفكره بتاعت اللحمه دي فتره صغيره، وبعد كده نبدا نبقى عايشين حياتنا بطبيعتنا. استمعك يا مدام امل. الو. ايوه شوف علاء. اهلا بيك يا مدام امل، اخبارك ايه؟ حضرتك الحمد لله. اخبارك ايه؟ لو سمحت يا شيف علاء، لو سمحت. شكلك زعلانه يا امل، اول الكلام اهو قولي. لو سمحت اتفضلي. حضرتك سامعني؟ انا سامعك. اتفضلي. لو سمحت وحياد عايز شيء عندك، انا بقالي سنه بحاول اوصل لحضرتك وانا محتاجه لحضرتك. بالله عليك بالله عليك، أمرك انا ما ينفعش اقول على الهوا. انا دلوقتي بين الحياه او موت ومحتاجه ان حضرتك انت الوحيد اللي هتقدر تساعدني. انا شخصيا لتحت لو امرك والله. انا محتاجه تكلمني، انا هكلم حضرتك في التليفون وحضرتك تسمعني. حاضر. انا ماليش حد الا ربنا سبحانه وتعالى. حاضر حاضر. بالله عليك انا شوف علاء معيش ان انا رصيد ان انا اتكلم تاني. طيب سيبي رقم تليفونك ولا اكلمك الفاصل اللي جاي ده على طول. الفاصل ده على طول. انا رقمي. سيبيه بس مع زمايلك. انا بجد عندي مشكله جامده قوي ومش لاقي حد يساعدني غير حضرتك. حاضر بس سيبي رقم تليفونك دلوقتي. انا بضحك عليا لان في ناس كتير قوي وعادتني وخلت بيا، انا ماليش حد الا ربنا. ونعم بالله. ونعم بالله. بالله عليك يا شيف علاء. سيبي بس رقم تليفونك دلوقتي في الكنترول. وحياة بلدي وبلدك مصر ما تتخلى عني. الايه يا فندم؟ بقول لك وحياة بلدي وبلدك مصر ما تتخلى عني. حاضر حاضر والله حاضر. انا ماليش حد الا ربنا سبحانه وتعالى وحضرتك. طيب حاضر، ممكن تسيب بس رقم تليفونك في الكنترول. انا مش محتاجه ولا مساعده ولا اي شيء، انا محتاجه لحضرتك انت في موضوع خاص، انت الوحيد اللي هتساعدني فيه. يا رب اكون اقدر اعمل كده يا رب ان شاء الله. حاضر. بس انا معيش رصيد ارن على حضرتك. انا مش عايز ترن عليا، انا عايز تسيب رقم تليفونك بس. اعتبرني اخت لحضرتك. الايه؟
بعتبرني اخت لحضرتك. لا انت اخت على راسي والله من غير اي شيء والله. سيبي بس رقم تليفونك في كنترول وفي الفاصل ده هكلمك. ماشي الكلام؟ اه يلا سيبي رقم تليفونك دلوقتي حالا. بشكرك شكرا جدا ليك. خد يا شفيق رقم تليفونها وفي الفاصل ده على طول هنطلع ان شاء الله كمان شويه كده على طول هكلمك في فاصل عشان اعرف الامور ولو حاجه في ايديا باذن الرحمن هتتم بدون مبالغه ولو حاجه مش في ايدي هيبقى غصب عني فان شاء الله نحاول برضو نحلها لك بس قول يا رب ان شاء الله نحلها لك. مش سامعك يا مدام عبير صباح الفل. صباح الخير كل سنه وحضرتك وحضرتك طيبه يا فندم ربنا يخليك. اخبارك انت ايه؟ مبارك علينا جميعا يا رب دايما يا رب. وانا بشكرك على اللي حضرتك بتقدمه والسيد الوالد بيقدمه ربنا يخليك والناس اللي مع حضرتك دلوقتي بيقدموه كل سنه وانتم طيبين وكل طيبه يا فندم بخير يا رب. حضرتك كله طيب يا رب الله يخليك ودايما منور على الشاشه يا ده انت اللي ورا التليفون والله مش حلو ده. اي حاجه انا عايز اعمل خير وانت تشاركني فيه مريم. انا بقالي اكتر من شهرين قافله كوافيري وفي واحده طلعت مع مدام ريهام سعيد قالت ان هي عايزه تفتح كوافير من الناس اللي كانت بتدمن وانا عايزه اساعدها وبعت لهم على الفيسبوك عايزاها تيجي تشيل كل حاجتي. انا في المعادي والكوافير بتاعت 261 في المعادي وعايزه اشيل كل حاجه لان الايجار عمال يدفع عليا وانا مش عايزه اديهم لاي حد مش عايزه اكسب فيهم فلوس عايزه اطلعهم لله. ساعدني بس ان انا اسيب رقم تليفوني حد يكلمني من عندها يجي يشيلوا كل حاجه ولا طالعه في التلفزيون ولا عايزه اي حاجه عايزه بس يجوا يشيلوا الحاجه عشان اعمل حاجه لربنا مش اكتر ولا اقل. الله يبارك لك الله يبارك لك ده كلام جميل جدا منك كلها من الزيت وانا مبسوط قوي من الكلام الحلو ده. مش محل كامل 150 متر كله تيجي تاخده تشيله كله حلال عليها الله يبارك لها يا ولادها. الله يخليك يعني معلش واحده واحده بس عشان انا فهمت الموضوع. كل شهر بيعدي عليا بمبلغ في المحل انت عارف حضرتك اجاره المحل عامله ازاي في المعادي اكيد طبعا غالي انا عارف الله يكون في عونك. استسمحك بس استسمحك لاني مش عارفه اعطر عليها خالص ومش عايزاها هي تكلمني اي حد من عندها بس يجي ياخد الحاجه واديني المفتاح يروح يشيلوا الحاجه من غير حتى ما انا اكون موجوده. الله يبارك لك يا رب الله يبارك في المحل واساعدها وادفع معاها الايجار انا تحت امرها. الله يخليك يا رب الله يبارك لك. طيب ممكن تسيبي رقم تليفونك؟ هسيب رقم تليفوني دلوقتي حاضر وكل سنه وانتم طيبين وشعب مصر كله وانت طيب يا قمر ربنا يخليكي ودايما ربنا يزيدك من نعيم الله ويزيد كل حبايبنا بالخير يا رب. ربنا بيدينا عشان ندي الناس ربنا بيدينا عشان ندي الناس يا رب يا رب يا رب يا رب. ده كلام جميل يعني بس قبل ما تقفلي معلش انت سامعاني؟ ايوه يا فندم سامع حضرتك. معلش شويه يا شفيق على اذنك. انا فهمته منك في المكالمه عشان بس نبقى واضحين مع حضرتك ان في حد كلم ريهام سعيد من فتره كان عنده مشكله ادمان وكان نفسه يفتح مشروع الكوافير. ايوه مظبوط كده وغير كده. ايوه هي خفت ايوه هي خفت وطلبت سالتها قالت لها حضرتك عايزه ايه قالت لها انا بشتغل في الكوافير ونفسي افتح كوافير راحت هي حتى قالت لها ابقى اجي لك وبتاع. تمام. هي لو مش هتقدر تشيل الحاجه وما عندهاش مكان وهي في فايده كامل جنبي يعني انا ساكنه في هنا في المعادي وهي في هنا جنبي. حلو. فانا مش عارفه اعطر عليها فهي عايزه تيجي تمسك المحل تفتحه وتقف فيه وانا اساعدها اهلا وسهلا عايزه تشيل حاجتها وتروح تفتحها في محل ثاني انا تحت امرها. الله يبارك لك والله العظيم ده كلام جميل جدا حلو وجميل واتمنى يا رب ان هي تستفيد ومش لوحدها. يا رب يا رب يا رب بس والنبي والنبي يا شيف علاء والنبي لان حاضر. كل يوم بيعدي عليا بايجار الله يبارك حاضر. لك حالا دلوقتي ناخد رقم تليفونك وناخد اللازم على طول. حاضر ماشي بس امرني امرني امر مش عيب عدو زي ما انا حاجه انا هساعدها لا يا حبيبتي انت كده لحد كده يعني نبوز دماغك بشكرك. احنا عايشين ربنا بيدينا واحنا لازم ندي الناس بالله يا رب الناس كلها تكون زيك يا رب. بشكرك جدا شكرا جدا ليكي وناخد رقم التليفون يا شفيق بعد اذنك وانا في الفاصل برضو نوصل على طول ريهام سعيد في اقرب وقت او للكرو بتاع صبايا الخير ونشوف الست اللي محتاجه فكره الكوافير. وانا كمان في حاجه بضيفها ان ما يبقاش لوحدها. يعني ايه ما يبقاش لوحدها؟ يعني ممكن الكوافير ده يفتح منه 3 4 بيوت مش بيت واحد. ما دام المساحه ما شاء الله كبيره والاجهزه كبيره والموضوع كبير ممكن يتفتح منه 3-4 بيوت ما يبقاش شخص واحد هو اللي يمتلك الكوافير ممكن حد تاني يقدر يكون قريب برضه من الناس او معرفش ايه الموضوع بس ان انا قصدي ان هو يساعد ناس كتير وكل واحد بيعمل خير ربنا ان شاء الله هيقعده له. مين يا شفيق؟ مين يا بيه؟ ام علاء الو الو طيب كلميني تاني يا ام علاء. طيب خلينا نشوف اخبار الاكل ايه عشان ما حدش يهرب مننا والناس بتخليني اقعد اتكلم في التليفون ويستغلوا حاجات من تحت الترابيزه وبتاع. عملتي ايه وصلت لحد فين؟
اللحمه ايه بتتعصج. لا ما تقعديش تبصي للحمه بقى وتقعدي تعملي كده. لا بقول لك اللحمه بتتعصج. علي صوتك وقولي لي بتعملي ايه. بتعصج اللحمه. بتعصج اللحمه. والرز خلاص قرب. والرز خلاص استوى. ماشي. وهنا ايه؟ الصلصه. هنقعد كتير بقى ساعتين وربع. ماشي. وايه تاني؟ واللحمه. واللحمه استوت. طب يلا. على فكره بحب اللحمه محمره. ما انا ما تحطيش لحمه مسلوقه. ما عنديش برد. سامعاني؟ ساعتها العين دي قبل العين دي رقم واحد. العين دي ولع نار وزد بتسيح قدامك اهو. مش عايزه اعلق عليك ما تعليش بس لما تسيح الاول كده نوطي تاني شويه. ماشي. طيب انت وصلت لحد فين؟ دي الزبده دي هتعملي بيها ايه؟ هعمل لسان عصفور. لسان عصفور حلو قوي. هنلحق ولا الوقت هياخد؟ لا هلحق يعني. بس عايزه افضي عايزه بوله. بوله فاضيه ازاز. عينيا الاثنين. حاضر. ادي البوله الازاز وغير الكلابز بتاعك. اتفضلي. طيب في مكالمات كده بتفتح النفس والله والواحد شغال ان حد يبادر بشيء ويساعد حد زي الاستاذه كانت بتتكلم من شويه. بشكرك طبعا جدا 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 انك تساعدي حد يكون محتاج ويكون كمان مكافاه ليكون هو بيتعالج من شيء ايا كان الموضوع او ربنا عافاه من اي حاجه. فطبعا ده اكيد بيبقى بشره كويسه جدا لاي حد يكون نيته ويكون عنده الاراده ان ربنا يتوب عنه ويعفي عنه باي شيء هو بيتعطاه او اي شيء هو يكون مأثر على حياتها او على حياته بالشكل اللي احنا عارفينه الكبير جدا. وبيبدا يبعد عن القصه دي كلها. بيبقى شايف الدنيا مقفوله قدامه او حاسس ان محدش هيساعده. لا في ناس بتساعد اهو. يعني في ناس بتساعد. في ناس بتفتح بيوت ناس من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيبعت لك رزقك من خلال حد انت ما تعرفوش. هو ده الرزق. يعني الحسات دي احنا ما نعرفهاش ولا انت تعرفيها ولا رهام سعيد تعرفها ولا علاء يعرفها. هو ربنا اللي سخرها وبعتها لك. شوف الكلام ده من امتى. انا ما اعرفش هي بتتفرج علينا ولا لا وما اعرفش هي مين اصلا. بس اتمنى ان يكون بتشوف الحلقه او حد يبلغها ان انا ما اعرفش كمان الحلقه اللي كانت امتى بتتذاع اللي كانت عند رهام. فاتمنى الموضوع يوصل وربنا يكرمك ان شاء الله ويوسع ارزاقنا جميعا بالخير وبالحلال وده اهم شيء. تمام. لسان العصفور نزل في الزبده. حلو الكلام. والرز بتهويه ولا بتعملي ايه؟ انا دلوقتي عايزه اقلب الفته. عايز تقلبي الفته هتعمليها فورمه؟ اه. الله الله شغل عالي. ماشي. جوزك اكيد مبسوط بالكلام ده صح؟ جوزك بياكل من ايدك ولا بيعمل اكل؟ لا بياكل من ايدي طبعا. بياكل ما بيعرفش يعمل اكل خالص؟ لا بيعمل الصراحه. ايه اكتر الاكلات بتحبها من ايده؟ اسمه ايه جوزك؟ شريف فرحات. شريف فرحات. بياكل كويس بقى شريف ولا مقضيها كده ولا ايه الوضع؟ لا لا بياكل كويس وبيطبخ كمان. وبيطبخ بيطبخ ايه؟ هو بيحب يعمل الكريب قوي. الكريب؟ اه. حلو. وبيحب يعمل السلطة جدا. أولادك طالعين لمين فيهم؟ لزوج حضرتك ولا ليك أنت؟ لا لزوج. لشريف؟ بالظبط. عندك مين ومين في الأولاد؟ أحمد ونورين. ما شاء الله ربنا يحفظهم لك. قد إيه بقى أحمد ونورين؟ أحمد 6 سنين ونورين 11 سنة. طالعين بقى بيعملوا إيه بقى زي أبوهم؟ بياكلوا بس. بس يعني طلع إن شريف فرحات ما بيطبخش. ده بياكل بس. ده زوج حضرتك؟ لا بيعمل أكل. شو ما بيعمل؟ ما هو أنت قلت بيعمل كريب بس مش أكتر من كده. جميل. ماشي الكلام. مين؟ مدام انجيل. ايوه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اسمك شيك قوي. الو. ايوه. اسم حضرتك شيك جدا. ميرسي قوي. اهلا بيك. وده عشمنا فيكم يا ابني. تحت امرك يا ماما. الله يخليك يا حبيبي. حضرتك شيف علاء؟ ايوه انا علاء. تحت امرك يا ماما. انت علاء؟ انا علاء. طيب. تحت امرك. طب حبيبي انا عايزه اقابلك. انا ارمله من بورسعيد 63 سنه. ربنا يديك الصحه طول العمر يا رب. الله يخليك. انا مش عايزه فلوس ولا علاج. تمام. انا عايزه ميعاد اقابلك فيه علشان انا من بورسعيد. اجدع ناس حبايبي بورسعيديه كله. ايوه. طب قولي لي اموريني امر. ايوه. انا في اسم بنتي عايزه اعينها. بنتك. عايزه اعينها من 2003 على الكمبيوتر حبيبي. وحيده. اخوها مات واباها مات. لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه اوصل. طيب انت عايز تقابليني عشان كده صح كده؟ حلو قوي. طيب احنا ممكن ناخد رقم تليفونك. ايوه ما انا سبته في الكنترول. واسم حضرتك 128. لا ما تقوليش رقم تليفونك على الهوا. ايوه اقول ايه؟ ما تقوليش الرقم. سيبيه في الكنترول بعد ما تخلصي المكالمه. ايوه متشكره يا ابني على وكل سنه وانت طيب. حاضر. حاضر. خليها على الله. وصدقت ما كلمتك. ربنا يخليك. وانا كمان مبسوط بحضرتك والله جدا وبشكرك. ميرسي. وانت برنامجك ناجح وبرافو عليك. ده انت اللي ناجحه وانت اللي زي العسل وربنا يديك الصحه. الله يخليك. بنتي جميله ووحيده وهي العائل الوحيد ليا. ربنا يخليها لك ويحافظ لك عليها وان شاء الله تبقى احسن الناس. يا رب يا رب. بشكرك جدا وكل سنه وانت طيبه.
الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين. مشكورك جدا، شكرا جدا ليكي. خد رقم التليفون يا شفيق، واحنا عندنا حبايبنا في بورسعيد على فكره، وانا هكلمك حد من حبايبي في بورسعيد يقدر يساعد حضرتك وانت عندك من غير ما تيجي ولا اي شيء. يعني ان شاء الله ناخد بس الامور بشكل بسيط جدا، ممكن نتاخر عليكي بعد العيد، ده وارد جدا، فما تاخديش بالك ان احنا نتاخر عليكي، ولكن انا ليا حبيبي كتير جدا في بورسعيد نكلمك حد يقدر يساعد ان شاء الله. مش بوعد على قد ما انا لسه مش عارف الموضوع ايه، بس يعني اللي فيه خير ربنا يقدمه. بقول ليه كده؟ عشان لو ما عرفتش اقابلك او ما عرفتش اجيلك يبقى برضو في حد ان شاء الله يكون بديل فيقدر يساعد الامور، بحيث ان برضو انت مستريحه وان شاء الله يحافظ لك عليها ويخليها لك وتفرحي بيها بقى ان شاء الله. ده احسن من الشغل بقى والكلام ده كله، صح ولا غلطان؟ ان شاء الله. انا ايه اللي بتدوس على رجليه ده؟ بعيش؟ لا ما هو ما ينفعش والله، والله ما ينفع كده، حرام. ده انا حسيت بقرمشه تحت رجليا. ثانيه واحده، ايه يا جماعه ده؟ انتوا بتهزروا؟ طبعا محتاجه بايركس. ايه بايركس؟ بايركس عينيا. افتحي اي درج التاني. ايوه على اليمين. شفتي بقى انا حافظ ازاي؟ ماشي. طيب ما ترميش العيش على الارض، ما بحبش العيش على الارض. ده عطشانه زبده او زيت؟ انا حطيت الزبده كلها. حطيت الزبده كلها؟ نجيب لك زبده ثاني. حطي حبه زيت طيب عشان عطشانه جدا دي. وحطي استني انا اساعدك عشان حاجه تطلع على مزاج. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه كرتايه بصلايه حاجات تروق معاك الامور؟ كرات. عايزه كرات؟ اه يا ريت. عينيا حاضر. استني حالا واحده واحده. كراته ماشي الكلام. وادي كرفسايه. وارفعي كده طبعا عشان نشوف الدنيا فيها ايه، لان لازم الشوربه تكون مدلعه شويه ولا ايه؟ صح؟ عايزه ميه عشان لسان عصفور. عايزه ميه علشان لسان عصفور. ادي الكرتايه. لسان عصفور ده لازم يترفع حالا من على النار، لان ده هيبقى رايح في الساكسفونيا، مش هينفع كده. وعايزه ميه. ميه. طب ما تاخدي ميه من الميه دي اهي. تعالي خدي من الميه دي. ما عشان ديت للرقاق. طب هتشربينا شربه من الميه يعني؟ معلش هنحط ماجي بقى كده اهو. كده اهو ماشي الكلام. ونسيبها تغلي شويه عشان هي اتحمصت شويه وتمام. طيب خلينا نرجع ونشوف اخبارك ايه. ماشي. وصلت لحد فين؟ لا هعمل هعمل شويه. طب النار عندك كده بتهدي؟ لا لا ما تجيش غير الكلبسه. ايوه وشيل العيش المقرمش قوي ده عشان ده بيبقى طعمه مره ساعات فكره ال ده. عندك مكعبات ورقه كنور دي؟ بالظبط. حلو الكلام. دي لحمه؟ اه دي لحمه. الغامقه دي لحمه. حلو. حطي زودي شويه. عشان كله يبقى لحمه كله. ايه؟ عشان كله يبقى لحمه. زي الفل. حطي وزودي. يلا. جميل. اللحمه بتاعتك دي بتاعت الرقاق. طب احنا وقتنا هيخلص ولا ايه الوضع؟ لا خلاص انا لسه عايزه بوله اقلب عليها الفتره. طيب انا هطلع فاصل صغير جدا، عايزين نرجع نكون لمين حاجتنا. ماشي الكلام. اللحمه استوت تمام. انا بحب اللحمه متشوحه. وانا هدخلها الفرن. دخليها الفرن وانت حمريها. ماشي كده. ماشي اوكي. يعني لا حد يجي يحمر. ماشي احمر. تاني يشوح وانا اكل اللي في النص. طيب. يعني ايه عشان ايه ما بقاش الموضوع كده ايه؟ في اكتر من كده طبعا اكيد ناس كتير قاعده. الواد ده ابن اللذينه ده مقضيها تشفيح والله، ولا انا باكل ولا بعمل لسه قايمين من النوم. انا بهزر بس بحب انكل شويه. طيب تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف اخبار المسابقه بتاعتنا النهارده وصلت لحد فين، ونكلم يا شفيق اتفقنا عليه في الفاصل، ونرجع بعد الفاصل نواصل. يلا. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه ومع الفته الجهنميه. الموضوع باين، في فته معموله في فورمه واتحطت في بوله وترص الرز مع العيش حطت على الوش. دي بتاعه الفريق الاخضر. لا ما عارف اسمك سوسن، اكيد مش هنسبب في من الحلقه يعني. الفريق الاخضر وعند الفريق كمان الازرق عامل فته برده بايركس وبتاع وشغل عالي. الشوربه هنا شغاله. لسان العصفور صح كده؟ وهنا ايه اللحمه دي بتاعت ايه؟ اللحمه هحمرها. ايه في الزبده يعني؟ عيش حياتك. طيب انت ايه خلصتي يا سوسن؟ خلاص حاجتك كلها؟ في حاجات الفرن برضو عايشه حياتها وتمام التمام. طيب عشان بس ابقى المصداقيه، انا في الفاصل كلمت الاخت اللي كنا بنتكلم معاها وبعد لك الكلام تاني ان شاء الله اللي اقدر عليها اعمله واللي مش هقدر عليه سامحيني فيه، لاني طبعا في امور الواحد غصب عنه لو ما قدرتش يعملها ما تزعليش مني، في حاجه بتبقى في ايد الواحد ان شاء الله ربنا يقدرنا ونساعد حضرتك. مشكورك برضو. حبيت اوضح بحيث ان انت برضو تبقي معايا، ما تبقاش ان انا خنست بالمكالمه، لازم اقول لك. طيب خليني ابص اعلم الفرن. بسم الله. الفته
شغاله بره وده اللحه بتاعتها. هطلع لحظه وعايز تطلعي ماشي. وهنا في رقاق شغال، رقاق يمين ورقاق شمال. ماشي الكلام. طيب كلام جميل وزي الفل. طيب الفته الرقاق ده شرب مرقته وكل حاجه ولا تمام؟ ماشي. ايه ملح وجوز الطيب وفلفل اسود بقى وبتاع وحركات. ماشي. دي عايزه حبه ملح زياده ولا هسيبها كده تخضر بيه ولا ايه؟ لا لا عايزه شويه. طب ما تديها. طب استنى اقطف فيه. اديها ما دام محتاجه اديها. وهتشرب وهتبقى زي الفل وهي شوربه في الاول وفي الاخر. ان هي شوربه. ايوه كده. هتعرفي تحطي لها؟ وريني انت نفس الكلابس بتاع اخوك الكبير. ايوه ما كبير قوي. طب ما تقلعيه. الله. وفي حته لحمه اهي. لا لا دي هقطعها في ساعه سخون. ماشي ماشي. انا قلت اللحمه غاليه اللي قلت قلت ماشي. انا قلت برضو التهدير بيخسرنا كتير في الكلام ده. لا لا حرام. اللحمه تلاقيها في الطبق وبتاع كده اهو. ادي حبه مرقه تانيين عشان تبقى زي الفل. انت عايزه مرقه او حاجه؟ خلاص. انت فين الشوربه بتاعتك؟ هنا مش عارف. ايه يا فندم؟ دي لقطه بمليون جنيه. ايه فين الشوربه؟ مفيش شوربه. طب هو انا محتاجه يعني ايه؟ وقعت منك صح. طيب خلاص حصل خير. هي الشوربه خلاص انا شفتها متقدمه عشان كده انا سالتها فين الشوربه. بس هي محروق ان هي وقعت منها. فيعني هعديها لك. مش 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 هرخم عليك واقول لك اعملي تاني لان مفيش وقت طبعا. فده وارد وبيحصل. المهم الحمد لله انت بخير. طيب انت في شوربه ولا؟ طب ما اديها حبه. طيب ايه رايك؟ اديها حبه خليها تمشي حالها. ايوه ممكن بس احط دي على الطاسه. طيب حط براحتك خالص. يا مدام ايمان. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليكي. وحضرتك طيب. ربنا يخليكي. طيبين بخير يا رب ومنورين دايما الشاشه كده يا رب. الله يخليكي. ده من ذوقك يا فندم. ربنا يخليكي. اكلاتكم الجميله يعني. الله يخليكي. ده من ذوق حضرتك. ربنا يعزك ان شاء الله. الفتره اللي جايه دي طبعا تبقى اجازات واعياد يعني فعايزين اكلات حلوه كده. عينيا. حاضر. وكان ليا طلب صغير. اموريني من حضرتك. الامر يعني معلش انا بنتي لها ظروف خاصه وبتمنى يعني ان انتوا تساعدوني. ربنا يشفيها لك يا رب ويكرمك بيها يا رب. يا رب. كنت عايزه اوصل بس المدام رهان. تمام. عشان المدرسه الجديده اللي هي فاتحاها للاطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام تمام. حلو قوي. جميل. عندها قد ايه بنت حضرتك؟ نعم. عندها قد ايه؟ بنتي عندها 9 سنين. ما شاء الله. اسمها ايه بقى؟ فيروز. فيروز. يا على الاسم الجميل. طيب حاضر يا ابو فيروز. لو شفتها هي اجمل من الاسم كمان. يعني الله اكبر. اسم فيروز ده على فكره بعشقه الاسم ده. يعني ممكن نفسي تساعدوني يعني بجد ان هي ربنا يشفيها يعني. يا رب يشفيها ان شاء الله وتشوفيها احلى فيروز في الدنيا. حاضر. الله يخليك. طيب. الله يخليك يا رب. ممكن بقى تسيبي رقم تليفون حضرتك ومعلومات عن فيروز ونبعتها ان شاء الله. حاضر حاضر. ماشي الكلام. حضرتك ساكنه فين؟ في القاهره ولا بره القاهره؟ لا انا مش من القاهره. ما دي المشكله. لا مش مشكله ولا حاجه. عادي جدا. في ناس كتير من المحافظات برضو بيوصلوا ان شاء الله. تمام. حضرتك ساكنه فين بالظبط او محافظه ايه؟ انا في المنوفيه. طب جنبنا. انت خدتيني حاسين انت في الاقصر. طب جنبنا. خير ان شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. ان شاء الله خير. خلاص سيبي بس معلومات يعني حضرتك ورقمك وان شاء الله نوصل للكرو بتاع صبايا الخير ان شاء الله يساعدوكي ويوصلوا ليك ان شاء الله. تمام. بشكرك جدا يا ام فيروز. فيروز ان شاء الله هتبقى الطف وافضل حد في الدنيا ان شاء الله. انا لما قلت الاقصر وبصيت كده ورا الكاميرا لان بنيامين واقف ورا الكاميرا ومن الاقصر فحسيت ان هو يعني بيتفلين عليا قوي. هو مالها الاقصر يعني؟ انتوا بلدكم بعيده يا سيدي. مالك حاسس انت قريب ليه مننا؟ ايه؟ طيب ساعه؟ مفيش ساعات. ماشي. معلش مين يا شفيق؟ محتاجه بلاك. سوزان. الو مساء الخير. الو مساء الخير يا سوزان. ازيك؟ كل سنه وحضرتك. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك. اخبارك ايه؟ انا اخت سوسن. اخت سوسن. ايوه ايوه كده. المدام ضحكت يبقى خلاص عرفتك. تمام. هي بجد هي جاوبتنا اصلا على الشاشه وحابه ان انا اقول لها تسلم ايدك وعايزاكي كده تشرفينا النهارده كلنا قاعدين بنتفرج عليكي. اهي معاكي اهي. قولي لها بقى الكلام الحلو ده. الو. ايوه سوزان.
ازيك يا توش؟ الحمد لله تمام. تسلم ايدك، كلنا قاعدين والله جوعتينا كلنا. هعملها لكم اول يوم العيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تكسبي وكلنا قاعدين مستنيينك تجيب لنا الجايزه. ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك جدا. الو الو، بنشكرك جدا على المكالمة الجميلة دي، ويا رب يكون الكلام الحلو اللي انت قلتيه يطلع في محله. انا لحد الان ما لقتش حاجة، وانا بسمع كلام كتير جدا، بس يا رب نشوف الكلام ده يكون حقيقي ان شاء الله. بشكرك وبشكر اتصالك يا حسام. طيب وسام. الو الو، مساء الخير. مساء النور. وسام ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كل سنه طيبه. وحضرتك طيب؟ يا رب تكوني بخير يا رب. الله يخليك. تحت امرك. الو. ايوه انا سامعك. ايوه انا سامعك. انا مرات اخو دعاء وعايزه اكلمها. يلا اتفضلي، معاك دعاء اللي عامله شوربه ومش عايزه تغطي عليها بالصبح، معاك اهي اتفضلي. يا دودو. ازيك يا سوسو، عامله ايه؟ رب الحمد لله. جود لك، مع ربنا معاكي. ربنا يخليكي حبيبتي. احنا عايزين مره تانية بقى للشيف يجيبك في حلويات، لان دعاء الشيف ما يعرفش ان هي فظيعه في الحلويات. والله انا عارفه ان هي سايبه الرقاق لما اتحرق. والله ده اللي عارفه. هو ده اللي بشوفه. هو ده اللي بشوفه بس. والله هو ده. ما اعرفش انتوا يا جماعه، انتوا بتجاملوا في قرايبكم كتير، وده حاجه طبيعيه على فكره. قال لي حد، لو ليا حد قريبي بكلمه على الهوا، ده انت احلى واحلى. ما هو اهو اتفضلوا الحاجات اللي بتحصل. لا والله مش مجامله يا شيف، دعاء شطوره وان شاء الله كده. في الحلو ولا في السخن يعني؟ لا في كله. طيب خلاص انا اخدت رايك، ماشي الكلام. ماشي. بشكرك جدا يا ذوق حضرتك، ان شاء الله هتكون افضل متسابقين الاثنين النهارده، لان الروح الحلقه حلوه بيتودي. انا مبسوط بالاكل البيتي ده، ومبسوط جدا بالفكره، لان خدوا بالكم هم اللي شفت هم دي يعني، هم اللي صمموا على الاكله دي، فانا مبسوط ان هم عاجبهم الحال وهم اللي راضيين. طب هاتيها. طيب كبشه. طيب كبشه. انا هجيب لك كبشتين دلوقتي، انا هطلع لك اللي بتقول عليه. وريني. بسم الله. ما فيش حاجه كده، اتحرقت سنه بسيطه يعني، مش جامده اهي يا عم شفيق. لا بس احمد ربنا. على فكره انا كنت امبارح بعمل ام علي، والله العظيم زي بقول لك كده، يمكن شفيق ما قطعش عليها او ما شافنيش، انا سرقت الكاميرا كده. فام علي فيها كريم شانتيه كده وبتاع، وكريمه لباني وبتاع، فالطبيعي تاخد لون يعني اللون ده. ايوه. فبقت اللون ده. اتحرقت. والله العظيم هي ما اتحرقتش، بس النار شطتها كتير. فقمت عامل ايه؟ شايل كده على طول بالشكل كده ورميها وحطيتها تاني. في خمس دقايق سبحان ربنا بيحب يستر حد بيسترها. فتك لقيت اللون جه زي ما هو، وطلعت ولا بتاع. بس انا بحب افضح نفسي دايما. يعني اذا بريته بستتر، بس انا دايما بحب. ليه بخاف ان يكون ايه؟ مش حد شافك. الفكره مش موضوع حد شافك، الفكره ان ده مطبخ، وانا طبيعي تحرق وتكسر وتوقع وتعمل، ولكن اهم شيء في الاخر يكون النتيجه مظبوطه. فده تمام، انا مش زعلان منه. الشوربه دي في عرض دي، ما انا عايزه اغطيها. انت ليش خلاص خلصت؟ انا عايزه اغرفها. طب ما تغرفيها. ما انا عايزه. طب ما انا قلت لك من اول الحلقه ما فيش. انا مين اللي قال لك ما فيش؟ متاكده ان ما فيش؟ دي هغرف بدي يعني. انت ماشي، نجيب لك غيرها. خس وجرجير. هتحط كبده على الوش ولا ايه؟ بتعملي كده؟ بتعملي ايه؟ فين المغارف؟ ده في سبع مغارف في المطبخ. والله اهو، تبصي تحطهم في حته. هو كده ما ينفعش يا جماعه، والله والله ما ينفع، مش نافعه كده يا جماعه. ده انتوا عملتوا مواعين، خدوا بالكم، اللي هيخسر فيكم هو اللي يغسل المواعين. سامعاني انت؟ ده هتحطي كبده محمره على وش ولا تعملي ايه؟ لا امال ايه؟ انت ليه بتجيبي ايه؟ الليمون. الليمون ماشي. طب الرواده عامل كده ليه؟ هو مكسر. ايه؟ جت عند الرواق ونفسك مبقاش طالع. لا لا، هو ايه؟ اصلا العلبه مكسر. مكسر، فهو عشان مكسر فطلع كده. مش عايز تتكلم. شرقت في الكلام عند الرواق. ماشي الكلام يا استاذه. حاضر. طيب وانت هتطلعي الشوربه دي ولا ايه الوضع؟ لا نجيب ميه بقى ولا ايه؟ لا خلاص بجد والله. انت كسبانه وما تقلقيش. لا خلاص اخد دقيقتين على الهوا، الله يسترها معاك والنبي عديها لي. وانا او دعاء لا كسبانه وده. ايوه كده كلمي. انا خايف تكون خايف ان هي تسقط. لا خليها على الله. طبعا الباقي كله طاجن. اه ما هو كان عايز شوربه. والله طاجن. بص يا شفيق، اي حاجه تعمل طاجن. عايز له شوربه. هاتي 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 شوربه وبتاع. انا اصلا مكنسل الفوتنج بتاع الشوربه النهارده. طيب طب ده هيتقطع ولا انا سايبهولي مثلا؟ قصدك سايبهولي. ماشي العشاء يعني مش عارف اعمل ايه. ماشي ادي ترانش يا ستي، وهنقطع احنا بايدينا. بسم الله. يا لهوي يا حصان. الله يصبحك بخير يما.
والله العظيم ايه ده ايه ده انتوا مين اللي عندكم الرقاق ده كده جبتوه منين الرقاق جاي مكسر لا هو مش يا جماعه انتوا بصوا برضو يعني انتوا يرضيكم يا جماعه اكيد طبعا حضراتكم عارفين انا عايز اقول ايه الحجه الرقاق مكسر اصل الرز ما اتغسلش يا جماعه ده بايديكم انتوا واحنا بنطبخ نبقى عارفين عايزين نعمل ايه هي الفكره كلها بس ان وقت ما العجل بيقع على الارض كل السكين بتكتر طول ما هو واقف مفيش ولا واحد بيخش عليه هي الطبيعه صح احنا كده هاي والله هو شكله زي الفل انا راضي عايز ايه هعمل سلطه سلطه لا هو مفيش وقت للسلطه خلاص انت خلعتي من السلطه ايوه حلوه مفيش وقت عندي انت ناقصه سلطه وهي ناقصه شوربه فهطير منكم درتين شيلي بقى من على الخلطة يعني انت عايزه نعمل ايه فيها دي طيب نبدا ناكل يا عم شفيق ونبدا ندوق ونشوف اخبار الفته بتاعت استاذه سوسن اول حاجه الفته بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو بسم الله اروح يعني يرضيك كده شكرا موزه تحب الموزه انت في ايه مالك خلاص خلصتي وحشه خلصتي الحمد لله يلا هات السلطه بقى عشان ناكلها بعد الاكل ده اغلى طبق شوربه في حياتي انا ما بعملهاش كده هأمنك امانه عايزه ملح وحياه ابوك ما دوقتهاش مفيش ملح خالص ما دوقتهاش والله حلو عشان الضغط اه مفيش ملح في الشوربه تقول لك عشان الضغط والرقبه مش عايز تتكسر اصل كان ناشف والناحيه الثانيه اصل الشوربه مش عارف ايه لا لا ماشي 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 خد بالك انت لسه المستقبل قدامك طويل وبتاع وهتتجوزي لسه و... لا لا وربنا يوقعك يعني ان شاء الله يعني في خير اعمالك ابلع بالصدى جايين نتغدى ولا ايه؟ طب هتجيب الرقاق ده ولا تخليه عندك؟ هقطعه انت ايه وضعك؟ هقطعه الاول هقطعيه امتى؟ دلوقتي عمال تمسحي وتنضفي وبتاع وبتحسوكي بعيد بعيد كده ما الدنيا تبقى جنبي تبقى مش نظيفه طب والرقاق ده انت عايز الحلقه تقفل عليه والله العظيم هم عايزين الحلقه تقفل عشان ما اكلش الرقاق ماشي ما تاكلش الرقاق ده بيتاكل الاضمن ده ما تاكلوش يعني هو الرقاق ما بيتاكلش بالشوكه والسكينه وانا هعمل كده وهدوق باختصار انت عملت كم مره في حياتك رقاق؟ مرتين مرتين هو راح عندك يا سوسن خليه يقول فرام مش عايزه حط الطبق انا اكلت تسلم ايدي خلاص والله حتى الطبق اللي جايبه تغيبيه فيه طب ورقبه اللي هو كرهاني لا والله ابدا الله يصلح حالك طيب كالعاده بنيجي كل اسبوع وكل يوم جمعه الساعه 3 ل 5 دلوقتي وبنختم حلقتنا وبنتكلم وبنقيم هعيد تاني فكره التقييم في مركز اول وفي مركز تاني حلو الكلام وفي شكرا شكرا ان هو الحاجه ما بتبقاش عجباني وفيها ديفوات كتير جدا وفيها عيوب جدا وما بتتعالجش بالسهوله اللي احنا بنبقى شايفينها دي حاجات كلنا عارفينها كويس قوي والحاجه الحلوه بنقول عليها حلوه والحاجه الوحشه بنقول يا جماعه متشكرين ان انتوا يعني كنتوا موجودين ونورتونا والكلام الحلو ده كله النهارده
فتة وبتاع، يمكن الواحد يتفاجئ بالايتم او بنوع الاكل اللي هناكله النهارده. بس انا هتكلم بكل صراحة والله العظيم، الاثنين عملوا مجهود كويس جدا، الاثنين نضاف ده رقم واحد بالنسبة لي، انا بحب النظافة جدا. اعداد الاكل هم الاثنين اشتغلوا في نفس السكة نفس الوقت مع بعض، عملوا الاكل المطلوب. اي نعم في طبقين ناقصين منها طبق، وهي طبق الشوربة راحت والسلطة مش موجودة، هنمشيها مش دي القصة. انا هتك اكتر على تسوية اللحمة حلوة جدا بتاعت سوسن، الفتة روعة، السلطة يعني حلوة، مش واو قوي ولا هي وحشة، بس سلطة بلد عادية جدا. مسامة ترنشات ما بلاش ترنشات دي والنبي، يعني ترنشات بفكرني بخرطة الرقاق يعني، فاهمة؟ السلطة عادية جدا، وانا احب السلطة على فكرة، انا بعشق طبق السلطة ده جدا جدا جدا، ابسط حاجة في الدنيا، وده اللي احنا خدنا عليه او ما نعرفش غيره اصلا. اللحمة بحتتها كده مظبوطة ورايقة وزي الفل. الرقاق انا اكلت منه حتة، اللحمة مفرومة روعة جدا، وهي الرقاق بيعتمد اكتر على اللحمة المفرومة على تسقية الرقاق، وده شيء عظيم. الناحية دي الرقاق ده برضو انا عجبني جدا، المرق حتى مطعمها كويس قوي، الفتة جميلة جدا ورايقة. الشوربة اطلعها بره الحسبان لان مفيهاش ملح، فمش هحطها يعني في الحسبان. في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجة، انا ببص لك. طيب ايه؟ مفيش. لا انا عايز الاكل عجب حضرتك. دايما حطي في دماغك ان احنا قدام التلفزيون، يعني احنا دايما بنقولها مع بعض، انت بتجيب يعني حاجه كده. احنا قدام الكاميرات فالناس لازم تعرف ان كده صح. ايوه انت رايك الاكل عجبني؟ انا حاسه ان هو عجبك بس الرقاق ما عجبكش الصراحه. وانت؟ انا الرقاق طلعه بره وش. سبحان الله، ومع ان اكتر حاجه عجبتني فيهم هما الاثنين الرقاق والله العظيم، سبحان الله. يعني هقول ايه بس، والله هما الاثنين كويسين، ومستقبلك مستقبل اولادك حلو في الاكل، ومستقبلك ان شاء الله حلو. انتوا الاثنين افضل من بعض، انتوا نورتوني والله بجد، حلوه لطيفه جدا. انا حسيت ان انا اعرفكم من زمان، في حلقات بتبقى الطف من كده، بس بوقف دايما حريص بعلاقتي بالمتسابقين ان هم بيبقوا قافسين سنه، ما بديش مساحه للكلام. انتوا يعني اخواتي والله، ويا ربنا دين معروف دايما بين كل متسابقين اللقمه هنيه بالذات. ساعات بتحس ان الناس جايين من البيت على اساس ان ده بيتهم، فبيبقى عيشتنا وطريقه اليوم اللي بنقضيه مع حضراتكم بيبقى حتى قبل الهوا بساعتين ثلاثه موجودين، بيبقى الوضع كاني ان احنا عارفين بعض. يمكن انا والله طبعا اتشرف ان انا اول مره اشوفكم النهارده، ويا رب ما تكونش اخر مره. فروح الحلقه النهارده كان لطيف جدا بجو عائلي جدا، انا مبسوط جدا. يعني هم الاثنين افضل من بعض، هم الاثنين نديهم مركز ثالث. البسطه دي ورا حاجه خالص والله، خالص والله، هم الاثنين يديهم مركز اول. مبروك. ميرسي. بشكرك جدا واشكركم جدا ان كنتوا نورتونا طبعا، وكل سنه وانتم طيبين. والاكل جميل جدا، اي كان الافيهات اللي قعدت اهزر بيها، انا بقلش دايما ساعات والله، فانا بحب اهزر معاكم، بس انتوا الاثنين بجد يعني عملتوا اكل بيتي بنفس الشكل ده لطيف جدا. اي زوج في الدنيا يكون مبسوط جدا لما يلاقي مراته عامله له فته ولحمه ورز وشوربه وسلطه، وانت كمان ان شاء الله لما جوزك ان شاء الله يشرف ان شاء الله باذن الله هيتبسط اكيد، لان الامور مش محتاجه افتكاسات، وعلى فكره الاطباق دي مش محتاجة اختراعات كتير جدا من اي حد بيعمل اكل. اكل البلد بتاعنا بلدي ما ينفعش يتغير، الرز يكون مظبوط زي ما حضراتكم شايفين، بدايات الاكله باينه جدا بالاعداد بتاعها بطبخها. فانا بشكركم جدا ونورتوني، كل سنه وانتم طيبين، وهديتين يا رب يكون عاجبين حضراتكم، دول من لقمه هنيه يا رب يكون يعني تبوعهم لي بعد الهوا. بشكركم جدا، دي كانت حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله باذن الله حلقه جديده. السلام عليكم، شكرا جدا.